ها هو احنا الان جالسين نكرم نبض البطولة واعلام المميز والفني الدولي، مش العربي مش المغربي ولا العربي، الدولي. شكرا استاذ بريقة من الاتحاد العربي. في كل بطولة نشوفه يعني يعطي البطولة لها نور خاص وتميز بإبداعاته في نقله الحدث المميز لكل سباق وكل بطل وبطلة ولكل مسؤول في البطولة. فنشكرك أخي العزيز، بارك الله فيك على هذه الكلمة الطيبة، بارك الله فيك. احنا ما أديناك إلا حقك أو أقل بعد. شكرا لك، شكرا لك حبيبي. وهذا باجي الاتحاد العربي. شكرا شكرا، هذه بادرة فغنشوفوها وغناخذ صورة مع الأستاذ. تسلم. تفضل تفضل معي. تسلم. والله الان نحط الباج لافضل تغطيه اعلاميه في جميع البطولات العربيه وليس في هذه البطوله، وهو من الفنيين الدوليين اللي يفيد الاتحاد العربي والمغربي ودول العالم كلها بتحليلاته للبطوله ونقله للبطل العربي حتى يوصل للعالمية. شكرا لك الأستاذ بريقة على الالتفاتة الطيبة، أتمنى لك التوفيق ونتمنى لك النجاح. شكرا لك، شكرا لك، بارك الله فيك. فإخواني أخواتي، الجزائر جزائريتان ولا خطأ جزائريتان مغربية تونسية على التنافس على الميدالية الذهبية. فالمغرب الآن في المرتبة الأولى، مصر لحد الآن المرتبة الثانية.